الله نجم مصر مصر شنو الصورة بس بس صورة صورة يا اما بالاس اوعى تنسى عزك بعيله طبعا الصورة حلوه صلى على نجم مصر مصر صلى الله قال يا غاوي فن الخواطر اسمع لنا وانظر خاطر قال يا غاوي فن الخواطر اسمع لنا وانظر خاطر انا معايا كتاب مغربي وفيه خمس تسطر اول من السطر انا لو اشتكيت اللي بيا للحديد لا يدوب الاولى والتانية المكتوب والتالتة انا كنت غالب وصبحت انا المغلوب وتالت من الصخرة انا لو اشتكيت اللي بيا لفنا الاحجار اصعب على المؤمن يا ناس واصعب على الكفار اصعب على الوحش اللي ساكن الجبل والغار اصعب على الطفل في اللفة وهو لسه صغار حاربني يا زمان بكل سلاح وانا راضي اللي بقصلك واعمل معايا دون انا برضو راضي يا 300 محكمة جاب 400 قاضي القاضي قال لي اسمك ايه قلت له انا راضي راضي الغلابة يا امير والهم بيا مش يا فيكي العجب شغلتي بالرايق بتنزلي على العكر ابن العكر بتصبحي رايق وايه فايدة المال ايه فايدة المال مدام البال ما مش رايق انا لو كان ابويا بعصيتي الادب ادبني انا لو كان ابويا بعصيتي الادب ادبني ما كنت مشيت مع صاحب السو من فعل السو قدبني اب وقال لي ابنه تعال اما انصحك يا ابني خد مني نصيحه واعمل بيها يا ابني العمر قال لي وهجر والشيبه قلت يا ابني وصون حرمه الناس وصون حرمه الناس تنسى حرمتك يا ابني انا كل ما اقسى عليك حنان قلبي يخلبني شكل اللي عملته في ابويا بكره يخلصوا ابني يا سامع فن الزمان يا سامع فن الزمان انا سامع فن الزمان اسمع فن على ثلاث ادوار انا عجبي على بنا وعلى البيت ثلاث ادوار الاول دور في صاحب البيت ومراته وتاني دور في شاب مسكين بلا مراته وتالت دور في راجل سايب النية لمراته
دخل الراجل عليه لقى الشاب مع مراته رفع السلاح عليه قال له ابعد يا صاحبي ادي جزات اللي سايب الحبل Good.